المجتمع عندنا هون عنده فكره بعدم وجود وعي حول موضوع النفايات. طلعت معي فكره انه بدي اسوي إشي يحفز الناس على عمليه اعاده تدوير وكمان يتكافئوا بالموضوع هذا، بحيث انهم يعملوا اعاده تدوير للنفايات اللي عندهم ويكون في مكافاه لهم. ريسايكلي هي شركة متخصصة بابتكار طرق إبداعية مبتكرة حول موضوع تحفيز الأفراد عن موضوع إعادة التدوير. إحنا بلشنا بأول إشي هي عبارة عن سلة مهملات ذكية، فأنت مثلا خلصتي من علبة الكان بتحطيها في السلة هاي، بنعملها إعادة تدوير ومنكافئك بمبلغ مادي على قدر العلب اللي أنت حطيتيهم. المشين طولها متر 70 سنتي، راح يكون هون في شاشة هون فتحة إدخال تحط فيها العلبة، وعن طريق الشاشة راح تتبرع بالمصاري أو تأخذهم إلك باي سكانينج للكيو آر كود اللي راح يطلع. المشين تبعنا بتنحط بالجامعات بالمدارس وبالمولات. نحن مستهدفين فئة الشباب، لأنه الشباب هم الناس اللي قادرين يغيروا المجتمع، ورح تصير هاي عبارة عن عادة فينا إن شاء الله، إنه نصير نحول نفاياتنا لشيء نستفيد منه.